أهلا بكم مشاهدينا في تغطية خاصة من قناة الأيام الفضائية لمناقشة تفاصيل زيارة السيد رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن ومخرجات هذه الزيارة وتفاصيلها. سيكون معي في الأستوديو كل من رئيس المركز الرفد للدراسات الاستراتيجية دكتور عباس الجبوري. مرحبا بحضرتك. أهلا بحضرتك. والباحث في الشأن السياسي الأستاذ مفيد السعيدي. أهلا بك. حياكم الله دكتور. أبدأ مع جنابك، زيارة وصفت بالتاريخية، لقاء القمم، ما أهمية هذه الزيارة ولماذا وصفت بأنها الأهم منذ عام 2003 وإلى حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لمشاهديكم الكرام، تحية للأخ والزميل الصديق أستاذ مفيد السعيدي. طبعا هذه الزيارة جاءت في ظرف استثنائي، يوم المحيط الإقليمي فيه كثير من المشاكل وفي كثير من التقاطعات، وهناك حرب دائرة في غزة وقصف، ولكن هذه الزيارة جاءت بوقت أنا أعتقد مثالي جدا لتضع النقاط على الحروف. هناك ملفات يجب أن تناقش مع أمريكا، وإلا تبقى هذه الملفات غامضة وغير معروفة، وبالتالي جاءت هذه الزيارة لتعبر تعبير صادق عن نوايا العراق الحقيقية. أكو زيارات حصلت لرؤساء الوزراء السابقين، لكن لم تكن بهذه الأهمية للظروف المحيطة بالعراق أولا، والشيء الثاني السيد رئيس الوزراء استخدم حنكة سياسية لم يستخدمها أي رئيس وزراء سابق بصراحة، فالإجابات التي كان يتحدث بها إجابات منطقية، إجابات المقتدر، ليس كما يذهب البقية ليصفق له مجلس البيت الأبيض أو الكونغرس الأمريكي، لا، ذهب ليناقش الولايات المتحدة الأمريكية بنقاط جوهرية سياسية اقتصادية أمنية. وهناك لجان، هذه اللجان جلست وتناقشت مع فيض كامل من المؤسسات الأمريكية حول وضع العراق. احنا تعرف حضرتك اليوم أمريكا أولا لديها احتلال موجود في العراق، وهذا الاحتلال أصبح يزعج كثير من العراقيين لأنه تجاوز حدوده، وما يفعله اليوم الأمريكان في العراق من قصف، اغتيال شخصيات مهمة ضمن مؤسسات الحشد الشعبي، بنفس الوقت الهيمنة الكاملة على النفط العراقي باعتبار أنه يذهب إلى البنك الفيدرالي، لا زال وضعنا ضمن البند السابع، أضف إلى ذلك هيمنة، يعني اليوم لم يسمحوا للعراق بالاستثمار من دول أخرى، وتعرف أنت حضرتك لم يسمحوا لسيمنيز ولم يسمحوا لشركات أمريكية غربية، الاتفاقية الصينية أيضا لم يسمحوا بها. لذلك عندما ذهب الوفد العراقي ذهب لأمور كثيرة اقتصادية وسياسية، وأيضا ذهب لمعالجة وإعادة النظر في الاتفاقية التي عقدت في عام 2008 وهي اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لأن أمريكا لم تلتزم في كل بنودها، لذلك هذه الاتفاقية أصبحت شماعة يتعكس على الآخرين. الشغلة الثانية الآن أنت تعرف حضرتك في عام 2014 عندما جاء داعش وأخذ جزء من العراق، طلب العراق بطلب رسمي أن يكون هناك تحالف دولي لمقاتلة داعش، لكن التحالف الدولي اللي يتكون من 60 دولة لم يكن بذلك المستوى. أمريكا تتعكز على هذه المذكرة، فلذلك أعتقد هذه اللقاءات التي قادها رئيس الوزراء ونائبه وزير التخطيط السيد محمد تميم أثمرت عن نتائج جيدة في مجالات كثيرة، وأيضا بنفس الوقت استطاع أن يضع نقاط مهمة ورئيسية وأن يؤكد للولايات المتحدة الأمريكية بأن العراق يمتلك القوة السياسية والاقتصادية والأمنية، وبذلك يستطيع أن يعبر عن شخصيته. إحنا اليوم عندنا مشكلة، هوية العراق خلال السنوات الماضية ضاعت، أنا أعتقد أنه اليوم بدأت هوية العراق تعود من جديد، لأنه حجم التضحيات اللي قدم العراق وحجم الشهداء الذين سقطوا منذ عام 2014 لحد الآن في سبيل تحرير العراق من داعش، ولا زال العراق يستنزف ولا زال العراق يعطي الشهداء،
هذا دليل قاطع على أن العراق استعاد عافيته وما حاجة لهذه القوات التي تدعي التدريب والاستشارة. إذا تسمح لي دكتور أستاذ مفيد، رحب بحضرتك مرة أخرى. كيف تقرأ مخرجات الزيارة من خلال متابعتك للقاء ما بين الرئيس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي جو بايدن؟ أيضا في نفس يوم زيارة السيد السوداني تزامن الهجمات الإيرانية على الكيان الإسرائيلي الغاصب، أيضا هل أثرت أو ربما قد غيرت من مجرى الأمور أو أحرجت الوفد العراقي الذي في واشنطن هذا؟ تفضل. نعم، تحية طيبة لكم جميع مشاهدينا الكرام لضيفك الدكتور عباس. طبعا أبتدأ من حيث انتهيت موضوع القصف الإيراني تجاه الكيان الصهيوني، اللي هي طبعا احنا نقول من سوء حظ السيد السوداني، وهذه الزيارة تزامنت، ليس هناك توقيتات بقدر ما هي تزامنت المواقف والردود بحداثه، ولكن لم تحرج السيد السوداني بهذا الجانب. فعبر كان شجاعة كبيرة من السيد السوداني عندما تكلم بايدن ما يخص دعم أمن إسرائيل والمنطقة، بالمقابل كان الرد عليه أن يكون دعم القضية الفلسطينية وأيضا إنقاذ الأرواح والمواطنين من القصف العشوائي والوحشي من قبل الكيان الصهيوني. فكان هناك شخص في المعسكر الكيان الصهيوني هو بايدن، وشخص مدافع عن القضية الفلسطينية. أكد أننا نختلف في الآراء، فهذا الاختلاف في الآراء هو وضع العراق ليس مثل ما يريد بايدن أن يضع العراق في خانة تكون هو ورقة انتخابية. أنا قلت الزيارة دعوة كورقة انتخابية لبايدن للانتخابات المقبلة. كذلك لم يتطرق بايدن إلى موضوع إخراج القوات الأمريكية بحد ذاته عليه التركيز إعلاميا، وأكد على هذا أيضا يؤكد أن العراق ليس تابع لجهة وإنما له رأي هو موقفه الخاص. أنا أقول زيارة السودان الأخيرة السيد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافقي هي نقول تاريخية، لأنها رسمت ملامح الخارطة في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية. كانت الاتفاق الإطار الاستراتيجي عام 2008 هو وضع خارطة طريقة التعامل، لكن الطرف الآخر لم يلتزم في ظل الظروف، ربما لم تكتمل العمل ببنودها للظروف اللي مر بها العراق والمنطقة من داعش وغيرها. إلى أن وصلنا إلى المرحلة الحالية، أنا أقول هي مرحلة الانتقالية لتثبيت جذور الدولة الديمقراطية العراقية الحديثة بعد إرهاصات داعش والإرهاب والنظام الدكتاتوري والاتفاقيات 100 سنة الماضية. فاليوم وجود السيد السوداني وأيضا ربما رسم الأهم ثلاث ملفات مهمة، هي ملف الاقتصاد وملف الطاقة وملف الأمن والتعاون. فإذا هو تطرق ما يخص إخراج القوات الأمريكية وتهرب منها بايدن، ما يخص أن تقول هناك لجان مشتركة هي من تحدد إبقاء وعدم إبقاء القوات الأمريكية وقوات التحالف بصورة عامة، فذهب إلى مبدأ أكبر من هذا، مبدأ الشراكة، وهو نقطة إيجابية حقيقية في علاقات الخارجية. لأن اليوم علاقتها مع أمريكا ما مشوه، لم تعرف هي علاقة صديق بصديق أو علاقة حليف أو علاقة عدو محتل. فمن كل الجوانب هي مشتملة الصورة، إن كان صديق فهم أحيانا يذهبون ببعض المساعدة والمشروع، وإن كان عدو فهو عدو محتل وينتهك السيادة العراقية والدم العراقي. من إيجابيات هذه الزيارة أنه لأول مرة الجانب الأمريكي يأخذ موضوع الانسحاب بجدية وربما سيناقشه. هذا شوف إعلاميا لم يناقشه، أنا إعلام ومناقشة داخل البيت الأبيض هو خاضع لي أيضا تجاذبات سياسية ما بين فريق بايدن وفريق ترامب، لأن ربما يخسر طرف على حساب طرف آخر. إخراجها يرحل بعد الانتخابات أو بعد ما تحسم العملية الانتخابية من هو الفائز ليبدأ مرحلة جديدة. اليوم أن نبدأ بالشراكة أو اتفاق مع بايدن في ظل نهايته ربما يخسرنا بعض الشيء، لكن دعنا أن نرسم الخطوط التي رسمها السيد السوداني، 5 ملفات أساسية منها الطاقة والاقتصاد والأمن، هذه الخطوط الرئيسية. هناك شكلت لجان لمتابعة موضوع المصارف التي وضع عليها عقوبات من قبل الخزانة الأمريكية والخارجية الأمريكية. موضوع الدولار وهيمنة ووجوده بالبنك الفيدرالي، موضوع الأمن وكيف يدار الأمن بالمنطقة، هذه شكلت لجان عليها وتكون مخرجاتها حقيقية. المخرجات الحقيقية ناتجة عن لاحظنا الثبات السوداني في موقفه ودعمه لائتلاف إدارة الدولة بصورة عامة لوضعية الدولة وترسيم العلاقة التاريخية، لأن راح ترسم علاقتنا العراق مع أمريكا راح ترسم من خلال هذه الزيارة وفق الاتفاق الإطار الاستراتيجي أو وفق المثماتق العلاقة الشاملة أو الاتفاق الشامل ما بين العراق وأمريكا، حتى نستطيع أن نتصرف وأيضا كيف نتعامل مع وجودهم. حتى إذا كان حليف، الحليف الداعم لا يقصف ولا يتعدى على الحرمة، وإن كان محتل
هناك السياقات الدبلوماسية وهناك إذا لم تكن كافية فلدينا أبناء الشعب العراق والمقاومة أيضا جاهزة في هذا الجانب وضرباتها واضحة لإخراج قوات الأمريكية من أو المحتلة من الساحة العراقية. فلذا لابد أن نرسم هذه العلاقة حتى نكون ربما أقول عنصر توازن بالمنطقة. كذلك البايدن لا يريد أن يضغط على العراق في بعض الملفات الضغطة كما كان يضغط في السابق، مثل الاتفاق اللي جرى ما بينه وما بين السيد رئيس الوزراء الأسبق معين الكاظمي قبل عام تقريبا من بالعام مصطفى 20 الكاظمي. مصطفى الكاظمي في نفس الوقت نعم مصطفى الكاظمي في نفس الوقت كان اتفاق جالس الاثنان واتفقنا على بعض البنود وبعض الاتفاقات لم تكن هذه الاتفاقات والبنود واضحة المعالم وصفق الجميع لإرادة ولخضوع الإرادة في تلك الفترة لما رسمها الرئيس الأمريكي وخرجت. عندما ندعي الجهات ذات العلاقة يا ما مخرجات هذا الاجتماع اتفاق شبي ما بي يا خلينا نوضح الأمور للشعب العراقي وين رايحين إحنا مبيوعين أكو هناك عندنا ثوابت أكو عندنا هناك عمود فقري للوضع العملية السياسية وضعنا وين رايح فوق المتغيرات لم تكن هناك نتائج تذكر فقط اتفقنا ولكن بالاتفاق اللي هو احنا مبيوعين باتجاه الكثير من الامور لا يمكن سردها حاليا لكن اليوم قد ربما مسح تلك الاتفاقات ورجعنا الى المسطره الاساسيه التي اتفق بها العراق في قوته في عام 2008 عندما كان السيد المالكي وفي مرحله الضعف الذي كان فيها الامريكان في تلك الفتره عندما كانوا تضرب قواعدهم كان هناك خسائر بالمال والارواح والجنود تذهب في تلك الفتره فكان مبدا التفاوض هو ربما ناجح الى حد ما. اليوم لابد ان تكون هذه اللجان تتحدث من ناحيه منطق القوه ومنطق اختلاف الوقت والتوقيت والمتغيرات الساحه المحليه والدوليه والاقليميه. لابد ان نتكلم من مبدا القوه. اليوم مبدا القوه عندي اختلفت عن مبدا 2008 عندما كان هناك فصيل او فصيلين يضربون الامريكان بالتاكيد هذا ما ذهب به السيد السوداني والوفد المرافق له ذات اسمح لي دكتور عباس بعد ما كانت اتفاقيه الاطار الاستراتيجي يعني تقتصر على الجانب الامني والعسكري فقط. اليوم ربما السيد السوداني يريد استبدال الجانب الامني والعسكري بالاقتصاد بالتجاره بالطاقه بالتعليم والكثير من الملفات التي ذهب بها واكد ان العراق اليوم امن وليس بحاجه الى اي قوات عسكرية وموضوع داعش قد انتهى. نعم في 2011 عندما خرجت القوات الأمريكية خرجت بعاملين أساسيين الكل يعرف عامل المفاوض القوي وعامل المقاومة الموجودة. الآن تغيرت الصورة، جزء مهم من هذه المباحثات التي دارت في الولايات المتحدة الأمريكية موضوع الطاقة. العراق اليوم بحاجة إلى الطاقة. احنا تعرف حضرتك اليوم نستورد الغاز، امريكا تسمح للعراق باستيراد الغاز ولكن لا تسمح لنا بتسديد اموال الشركات اللي تعطينا الغاز، وهذه طبعا كارثة لان انت اليوم تشتري غاز حتى تمشي امورك وبالتالي لا تسمح لك بدفع اموال ما تشتريه من غاز. فحصلت ضمن هذه الاتفاقيات انه العراق قد ينتج الغاز ولكن يحتاج لنا إلى عام 2030، فأيضا تم مباحثة هذا الموضوع اللي يخص الطاقة. أضف إلى ذلك اليوم أكو قضايا استراتيجية تختلف عن عام 2011. العراق اليوم أصبح دولة مفصلية، دولة محورية. العراق دائما كان ينأى بنفسه عن سياسة المحاور، لا يتحز لهذا الطرف على حساب هذا الطرف. اليوم عندنا اكو متناقضات موجودة. المتناقضات اللي موجودة لدينا جهات محترمة ترفض وجود الامريكي بكل اشكاله وهذا من حقها. يعني انا اليوم كمواطن من حقي ارفض التواجد الامريكي ان كان التواجد الامريكي يغتال قادة هم جزء من العملية السياسية باعتبارهم يمثلون الحشد والحشد مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة. فاحدى النقاط التي طرحت لا يمكن لرئيس وزراء أن يسمح لدولة يجلس معها لمفاوضات وهي تقتل أبناء أجهزة الأمنية. هذه كانت نقطة جدا جوهرية، ألا تتعدى أمريكا على أي مؤسسة عسكرية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة. وأعتقد السيد السوداني إجاباته في المؤتمر الصحفي كانت إجابات موفقة جدا وإجابات شجاعة. اليوم مثل ما قلت لك إحنا وضعنا الاقتصاد تغير،
يعني الآن العراق يصدر أكثر من 4.5 ملايين برميل. في السنوات الثلاثة المقبلة راح تكون عنده قدرة لتصدير أكثر من 9.5 ملايين وهي حصته الحقيقية. نعم. يعني أنت تعرف حضرتك أكو حصص، يعني الآن مثلا السعودية 12 مليون، احنا أيضا عندنا حصتنا 9.5 ملايين، ولكن احنا بحكم كون أن لا نمتلك القدرات، لكن بالسنوات المقبلة سيكون نفط العراق نفط كلش كبير ومخطط إلى خلال السنوات الماضية. أيضا بنفس الوضع وضع الطاقة الآن، يعني الآن احنا بصراحة وزارة الكهرباء تؤدي دور كبير جدا وهي تسعى جاهدة لمعالجة كل الإخفاقات اللي تحصل، لأن أنت تعرف حضرتك تراكمات شبكات قديمة، أكو تجاوزات على الشبكة العامة، كثير من المواطنين لا يدفعون الجباية، هذا يحتاج له جهد استثنائي لتوفير طاقة. هذه الطاقة التي تحدثت وتم بحثها مع وزراء أو اللجان الأمريكية، أنه اليوم هل يعني هم أكدوا على الطاقة من السعودية والطاقة من الأردن، لكن اليوم الأردن تنطيك 500 ميجا، 500 ميجا وين وإحنا نصرف 23,000 ميجا؟ إدخال الشركات الأمريكية في مجال نعم. الطاقة والاستثمار نعم. له انعكاسات كبيرة خاصة نعم جزء من، يعني خلي أكون واضح وياك، جزء من أموالنا اللي تذهب إلى البنك الفيدرالي أكو هناك شرط بها، أي شركة من العالم تريد تستثمر بالعراق لا يمكن سحب درهم واحد من هذا البنك الفيدرالي. هنا هم من هاي خنقون العراق، إلا أن تكون شركات أمريكية وربما تعطي لشركات أخرى، وهذا ما حصل مع شركات ألمانية عندما ذهب السيد رئيس الوزراء إلى ألمانيا ووقع معهم عقود، ولكن هذه العقود كانت برعاية أمريكية. هنا هذه أعتقد راح تنتهي، يفترض أنه يسمحوا للعراق بأن ينفتح على الاستثمار. العراق إذا ما يقدر يستثمر بالمستقبل مشاريع مهمة وحيوية في مجال الطاقة، في مجال الزراعة، في مجال الصناعة، عندنا 50,000 معمل ومصنع بين حكومة وأهلي معطل. هذا يحتاج لجهد استثنائي، يحتاج لطاقة. لذلك أنا أعتقد اللجان التي جلست لتتحدث عن استراتيجية جديدة تختلف اختلافا عن السنوات الباقية. هذا مهم جدا أستاذ مفيد. على لسان مستشار الرئيس الأمريكي يقول بأن اللقاءات مع الرؤساء السابقين للعراق كانت لقاءات مجاملات، لكن هذه المرة تختلف، هناك جدية في هذا اللقاء هذه المرة. بالتأكيد هناك جدية، لأن بس هو ما يقصد أي رؤساء وزراء سابقين، لو كان بالتسمية إذا كنا نسمي السيد المالكي فكان لقاءات إيجابية وجدية ورسمت خارطة اتفاق الإطار الاستراتيجي 2008 اللي نعمل بها اليوم. أما إذا كان يقصد على رؤساء ما بين المالكي والغاية قبل مصطفى الكاظمي، فربما كانت كل رئيس وزراء هناك مرحلة انتقالية، مرحلة السيد العبادي كانت مرحلة داعش وأزمة اقتصادية، مرحلة عادل عبد المهدي اللي هي ربما هي اللي أزعجت الأمريكان بالذهاب باتجاه المعسكر الشرقي وأغرقوا البلاد في الفوضى، والفوضى حتى الفوضى السياسية. لكن ربما المتغيرات في الشرق الأوسط يقصد بها هو الاتفاقات مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء السابق، مثل ما نوهنا عليه كان مجرد جلسات استعراضية، بالتالي العراق خسر كثير من هذه من وضع ومكانته السياسية والإقليمية بالذات في الاتفاقات، لأن كان مجرد تصفيق واتفاقات لكن لم تكن هناك المخرجات حقيقية على أرض الواقع. اليوم هم يروا بالسيد السوداني وفق المعطيات كثيرة بينها ويختلف، أنا ربما أتفق بموضوع الاختلافي هو وفق المعطيات الموجودة على الساحة. هناك انسجام سياسي داخلي على مستوى السياسة الداخلية العراقية وتشكيل ائتلاف إدارة الدولة، وكل دافع باتجاه السيد السوداني، ولكن هناك تقاطعات وتناقضات في خص أصل العملية التنفيذية، الجهاز التنفيذي. نفس الوقت هناك نقطة أخرى يقصد بها الاختلاف هي الاستتباب الأمني وانسحار عصابات داعش الإجرامية، وأيضا سلطة الدولة بواسطة وضعيتها على كثير من الملفات
الملف الاقتصادي الداخلي وعلاقة الإقليم مع بغداد، وكيف استطاعت حكومة بغداد أن تبسط سلطتها حتى على داخل الإقليم ما يخص بعض رواتب الموظفين وبعض الأمور المهمة ما يخص مكافحة الفساد المالي والإداري وأيضا ملاحقة كبار الفاسدين، تختلف عن السنوات السابقة. ما يخص أيضا دور العراق المحور على مستوى الإقليم والدولي، كيف اليوم العراق بما أنا قدام العراق يكون هو سويسرا الشرق، ونقطة تلاقي المستقيمات الموجودة في المرحلة الحالية، وربما أيضا دليل على كلامنا هو استطاع العراق أن يكون نجادة بالآن وبالمستقبل لدول أوروبا ما يخص تصدير الغاز القطري، وأيضا طريق التنمية الذي كثير عليه من الشوائب والتسقيط في هذا الجانب في ظل مصالح دولية متشابكة. استطاع العراق أن يكون في هذه المرحلة هو لا يوجد هناك تقاطع أي سياسة دولة. وأتوقع من أهم نقاط القوة التي أضيفت لهذا الوفد هو أنه اليوم الكل متفقين، ونادرا ما يحصل في العراق هذا التوافق التوافق السياسي على شخصية معينة، والكل اليوم مؤيد الجانب الكردي، نجرفان بارزاني يؤيد، وإدارة الدولة وأغلب الجهات السياسية، حتى المعارض بصورة عامة الحالية، المعارض العملية السياسية الحالية، التيار الصدري وخارج وعارضة، هو متفق مع مخرجات حكومة السيد السوداني، ولا يوجد خلاف ولا ظهرنا في اليوم قد نكلوا أو أضعفوا من الوضع الحكومة الحالية، فالكل داعم. إذن حتى الجانب الآخر عندما يجلس مع رئيس وزراء الكل متفق عليه، هذا شيء يعطي طمأنة للطرف الآخر، بل حتى الطرف الآخر من يذهب بنقاط قوة وبثقة عالية، يستطيع أن يمضي بعيد، حتى لا يستطيع الطرف الآخر مثل ما كان في السابق كان يذهبون ويرجع إلى بغداد وبالليل بغداد ساقطة والعراق ساقط أمنيا، وبالنهار هو وضعيته تختلف هنا. حتى الشركات عندما تأتي لا تأتي بأموالها، لأن البيئة الأمنية والبيئة السياسية غير مستقرة. فنلاحظ هذا حتى الانسجام ما بين السلطات الثلاث هي انسجام كبير في هذه المرحلة. هسه احنا ما نتكلم عن حالة وردية، نعم عملية سياسية وديمقراطية حتى في أمريكا هناك تجاذبات، ولكن الصفة الأعم والأشمل هي صفة الاستقرار الموجود عند الحكومة الحالية والوضع الحالي. أنا ليش أقول هي تأسيسية وانتقالية لمرحلة تثبت العملية الدولة العراقية الديمقراطية الحالية بهذا الانسجام الموجود. نذهب إلى أمريكا، أذهب منسجم مدعوم من الخلف، لا يوجد أحد، أن كان الوزراء السابقين طبعا يذهبون، نعم، لا يشيرون الطبقة السياسية ويذهبون يتفقون يرجعون مخالف للوضع والعادات والأعراف السياسية المحلية وحتى الدولية، فيكون العراق خسران. اليوم قد ذهب بإجماع وإجماع سياسي، مخرجات هذا العمل السياسي عندما تأتي بدعم إيجابي، خلينا نوقف شوية، والاتفاق يكون من خلال النقطة الحلوة عند السيد السوداني هو خبرته الموجودة، جعل من الاتفاق مبدأ رابح لا رابح خسران أو خسران خسران أو خسران رابح. هذه المعادلة الاقتصادية المهمة هي من تجعل الطرف الآخر يحترمك ويقدر وجودك، وأيضا يحترم مخرجاتك إن كان حد على مستوى اللجان أو على مستوى الوضع القرارات التنفيذية. خلينا نوقف على موضوع أنه كيف استطاع السيد السوداني أن يحظى بمقبولية كل الأطراف السياسية داخل العراق وبالتالي أن يذهب بهذه القوة. والسؤال الآخر، إلى متى ستستمر أو سيستمر هذا التوافق على دعم حكومة السيد السوداني؟ الأول كان هي ولادة تحديات كبيرة على مستوى الساحة المحلية، مش لاحظنا كيف ربما حدث ما حدث في الخضراء ومخرجاتها، الناحية التحدي داخلي ونجحوا في الإطار التنسيقي عندما كان يتهم بأنه لا يوجد فيه رجالات دولة وأنه غير قادر من الكلام الغير لائق بحق الإطار التنسيقي وكتل الإطار التنسيقي في ظل تحديات محلية وتحديات خارجية. استطاع أن يستثمر الحاجة لعدم توافق ما يخص التحالف الثلاثة في تلك الفترة، فأخرج له رجالاته، وهو أخرج السود أخرج من قبل عادل عبد المهدي، وأخرج أن حيدر العبادي، وكان رجال دولة واستطاع أن يقود البلاد في فترة كان فترة جدا عصيبة التي تستخرج ربما من حسن حظ السيد السوداني. هذه المرحلة لا يوجد تجاذبات سياسية ولا يوجد تدخل مخابراتي دولي وإنشاء أحزاب ونزاع داخل الساحل العراقي، ولا يوجد إرهاب. التجاذبات موجودة في كل وقت، لكن سياسة مسك العصا من الوسط، التعامل مع الأزمات بدقة موضوعية. اليوم نتحدث عن موضوع الأزمة اللي صفرها مع الجانب الكردي قبل ذهابه إلى واشنطن. هنا السيد السوداني خبرته بالتعدد الموجود، نفس الوقت الساحل الكردية ليس الساحل اللي كان في زمن السيد المالكي، تختلف
وليس ما كانت في زمن السيد العبادي. قلت لك هي مراحل متعددة. المرحلة من حسن حظ السيد السوداني وبصورة عامة أن تكون الساحة مهيئة بهذا الجانب، الساحات السنية والساحات السياسية السنية عفوا والكردية هي ليس بالساحات اللي كانت في السابق، فاستثمر هذا الوجود هذا ربما عدم الانسجامات، فاستطاع حتى الإطار التنسيق في تلك الفترة أن يستثمر هذه بعض الاختلافات بالآراء وأن يجذب إلى أن يكون هو الكتلة الأكبر، وهذه مخرجتي. نفس الوقت اليوم الإطار التنسيق هو دعم لحكومة السيد السودان ويستمر هذا، لأن حكومة السيد السودان ولدت حتى استقرار داخل إقليم كردستان. إذا تلاحظ صار سنة لا يوجد هناك تظاهرات كما كانت في قبل عامين أو ثلاثة في واقع الإقليم والرواتب، أصبح ربما هناك اطمئنان ما يخص الرواتب، كذلك في الساحة السنية ليس بالساحة اللي كانت في السابق غير مستقرة. إذا تسمح لي أريد أخذ رأي دكتور عباس بالقوة التي يتمتع بها السيد السوداني، كيف استطاع أن يحظى بتوافق أغلب أو ربما أستطيع أن أقول كل الأطراف السياسية المؤثرة؟ شوف يعني السيد السوداني إجى نتيجة تصويت 284 نائب، يعني تقريبا أغلبية مطلقة. خلال هذه الفترة هو عنده برنامج أكثر من 23 فقرة، وأعلن نفسه أنه يعني حكومة خدمات، وبدأ في عدد من المشاريع، وهذه المشاريع لاقت استحسان الناس، وآخر إحصائية أجرتها الولايات المتحدة الأمريكية وليس العراق حصلت على 69% من رضا العراقيين كما قالت هذه المنظمة التي أجرت هذا الاستفتاء. هذا يعني أنه شنو؟ يعني الرجل إجا برؤية، بما أنه هو ابن الداخل تدرج في المناصب من مدير ناحية إلى قيم مقام إلى محافظ إلى عدة وزارات إلى أن أصبح رئيس وزراء. ليس هناك أي ملف فساد لهذا الرجل، فاستطاع أن يعمل وهو يدرك تماما بأن أمامه تحديات داخلية وتحديات إقليمية وتحديات دولية. كل هذا خلاها في نظر الاعتبار، واشتغل على أنه يعلن نفسه حكومة خدمات تعمل في الداخل، وخلق حالة من التوازن مع الخارج بالرغم من تسنم عدة مراكز يعني قبل هذا المنصب، حتى الإعلام الأمريكي وصفه بصاحب اليد البيضاء في أحد المقالات. أنا ذكرت لك لا يوجد أي، لو كان لديه ملف فساد كان اشتغلوا الجماعة الآن حكيلك يا هيجي، لكن هو لحد هذه اللحظة الرجل يعمل بكل جدية. قد يكون هناك من يتصيد في الماء العكر حتى على هذه الزيارة، نرى يوميا بالجروبات بعض المتصيدين في الماء العكر، ولكن لدينا نحن رؤية استراتيجية كباحثين كمحللين كمحبين لبلدنا، وصلنا إلى حقائق بأن هذه الزيارة لديها مخرجات، هذه المخرجات كلها تصب في صالح البلد. أنا ما عندي مشكلة رئيس وزراء من يروح إلى دولة ويحقق إنجازات ويوقع إنجازات. زياراته السابقة إلى الدول الأوروبية اختلفت شلون؟ بنفس اليوم الذي يزور فيه البلد توقع الاتفاقيات وتتابع، مو هاك وقع وروح. يعني ذكر أستاذ مفيد ملاحظة على الحوار الاستراتيجي بزمن السيد الكاظمي المبخوت، حكومة المبخوت، 6 جلسات من الحوار الاستراتيجي أنا بوقتها سميتها حوار الطرشان، لا عرفنا منه فاوض الأمريكان، لا عرفنا منه اللي قعدوا ياهم، شنو النتائج اللي تمخضت عنها، الطائرات مالية السماء، وكل شيء مفتهمنا من حوار استراتيجي لمدة 6 جلسات لم نعرف أي شيء. الآن الرؤية واضحة، أكون لجان بدقة 3، هذه اللجان الآن قاعدة ويا الأمريكان تشتغل. حتى المقاومة أعطت هدنة لرئيس الوزراء حتى يقدر يشتغل ويا الأمريكان ويشوف شنو نفسهم، لكن أيضا بنفس الوقت أعلنت نفسها أنه لا تتنازل عن ضرب إسرائيل، لأن إسرائيل لا زالت تغل في جراح الفلسطينيين. فالفرصة مواتية، فرصة مواتية لهذا الرجل. الآن الكل موجود على الساحة يريد يعطيه فرصة حتى يحقق إنجاز. البعض قال أمريكا ما تقبل تستقبله وما أعرف شنه وراح يدققون بالوفد، هذا كله من أجل إسقاط هذه الزيارة التي من شأنها إعادة التوازن السياسي والأمني
والاقتصادي على مستوى العراق. العراق اليوم يمر في منعطف تاريخي، إذا سيد السوداني ما يبدأ يعني ما يستمر في هذه الحملة والشغل واللي الآن ينتزع، ما راح يسكتون الأعداء. أكو نقطة ربما هي تكون خارج إطار هذا الموضوع، وأعتقد الأستاذ مفيد يأيدنا بها. نعم. الآن هناك مجالس محافظات انبثقت، صار لها أكثر من شهرين، كنا نتأمل أن تكون هذه المجالس امتداد للحكومة. الآن ثلاث محافظات لم يشكل لها محافظ بسبب الخلافات السياسية، مجالس المحافظات لحد الآن لم تشكل لجان جزء منها كبير بما فيها بغداد. لذلك يفترض اليوم عندما شكلت مجالس المحافظات تكون امتداد للبرنامج الحكومي وتعمل بشكل ضمن المحافظات، وأن ما تبقى محافظات نت إن. يعني إحنا اليوم لو نجي للمحافظات ترى محافظات نت إن من عدم وجود الخدمات. لكن إحنا إذا هذه الزيارة بدأت بهذا الشكل، هناك نية لرفع بعض العقوبات عن المصارف، هناك نية لبحبحة موضوع البنك الفيدرالي باعتبار إحنا يفترض أن نخرج من البند السابع. إحنا أوفينا بديوننا، وضعنا بالبند السابع لأنه الكويت تطلبنا فلوس، الآن سددنا صار سنتين، آخر 4 مليارات دفعناها وانتهى الموضوع. الآن إحنا ما عدنا ما مطلوبين لأحد. أضف إلى ذلك النقطة اللي أشرت لك إياها، يفترض اليوم أن نسدد ديون الغاز باعتبار هذه الديون تابعة للشركات، والشركات من حقها أن تأخذ فلوسها. فأعتقد هذه الزيارة فيها مخرجات مهمة وحيوية، فيها نقاط شملت أكثر من تقريبا 48 نقطة حيوية فيما يخص الاستثمار وما يخص طبعا العلاقات الاستراتيجية بعيدة الأمد. احنا باكر أمريكا إذا طلعت من العراق، طلعت من العراق وأعطت العراق سماء أو أجواء أو ما اعتدت وتريد تعود إلى دولة مثل باقي الدول وتكون شراكات اقتصادية شراكات سياسية، شو المشكلة؟ ماكو مشكلة، ممكن. لكن الوضع الحالي، الوضع الحالي حقيقة إن لم يكن هناك قيادة حكيمة وقيادة قوية وشجاعة توقف ما يفعله الأمريكان في العراق، أعتقد لا داعي لهذه الجلسة. من أبرز الأمور المهمة لدى سيد رئيس الوزراء هي دعم الاقتصاد العراقي والتوجه نحو دعم القطاع الخاص، دخول الشركات الاقتصادية الاستثمارية الأمريكية إلى العراق، كيف من الممكن أن تنعكس إيجابيا؟ ما هي الرسائل التي تعطيها إلى بقية الدول؟ وربما هناك تزداد الرغبة لدخول الشركات الكبرى داخل العراق لأن تستثمر. شوف سوق العراق سوق واعد، أنا لا أتكلم بالاقتصاد لأن ليس من الاختصاص، لكن نحن نفتقد إلى سياسة اقتصادية واضحة المعالم حتى نستطيع أن نقنن موضوع الاستيراد والتصدير والتبادل التجاري العشوائي الصراحة. يعني بيننا وبين تركيا أكثر من 20 مليار دولار، ما بيننا وبين ربما السعودية تصل إلى 600 مليون دولار، يعني فرق ما بين هذه الدولة وهذه الدولة. كذلك أكو موضوع التهريب وعدم ضبط السوق، منافذ حدودية والسوق، وأيضا تعطيل بعض الأجهزة الرقابية على رداءة بعض المنتوجات. هذه تحتاج إلى رسم سياسة اقتصادية كما رسمنا ربما سياسة أمنية بسطت الأمن، هناك سياسة إدارة الدولة ما يخص الوضع السياسي، كذلك السياسة المالية والاقتصادية وحتى اجتماعية وأمور أخرى. لابد أن تكون أصحاب الاختصاص من يعملون وفق دراسة محكمة ومخرجاتها حقيقية. لا نذهب باتجاه أن يلا جيبوا الشركات الأمريكية هذا بيها تعال جي دخل العراق وسوينا كهرباء، لا، بالمقابل لابد أن يكون هناك التنافس، روح التنافس أن يكون موجود. جي إي بالها سيمز، السيمز مقابلها متسوبيشي، وكذلك على مستوى الشركات الغذائية وبعض الشركات الصينية التركية. الساحة العراقية مفتوحة اليوم لجميع الشركات هذه، البصرية، الشركات الكورية وشركات صورة عشوائية. أنا ليش سياسة اقتصادية لجعل سوق العراق سوق تنافسي ليس سوق احتكاري؟ يعني كان سوق الطاقة العراق سوق احتكاري للشركة على حساب شركات أخرى، ولا أريد اليوم أن تكون الشركات الأمريكية محتكرة السوق العراقية، بالتالي المواطن هو يكون خاسر. ليس احتكار، لكن هناك أفضلية بدلا ما أروح أتفق مع شركات مصرية أو أردنية، اليوم الفرق واضح. لا ليس بها، أنا أفتح على المستوى لكن وفق
مبدأ أن يكون المواطن العراقي هو أن يكون ربحان، أو الاقتصاد العراقي أو الصناعة العراقية أن تتصدر الصناعات الموجودة. ربما هذه الشركات الداخلية ليس شركات تأتي لي بأجهزة موبايل أو نعم. سيارات، بقدر ما أنا معمل السيارات العراقي يستفاد من المعامل الأوروبية والأمريكية وغيرها، أن يكون هو يشتغل وينتج لي، ممكن حتى يشغل عندنا اليد العاملة العراقية. ممكن أن يكون شركات أخرى تعطي امتياز لشركات وزارة الصناعة والمعادن وتنتج لي، وتكون هنا أفعل الصناعة الداخل المحلية والصناعة وزارة الصناعة والدوائر ذات العلاقة اللي مختصة ببعض الأمور الصناعية. وأيضا ربما أشار السيد السوداني إلى تشغيل بعض المعامل من معمل الحديد الصلب وبعض البتروكيميائي نعم. وهذه ربما النموذج الذي هو استطاع أن يستعرض به بالمقابل لا أن يستعرض في بعض الشركات المحلية ربما ليس نتاجها يكون واضح للمعالم. فدخول الشركات ليس بمعنى أن تأتي ببضاعة وتشمرها في الساحة العراقية على حساب شركات ربما صينية إيرانية تركية. مراع أنا أقول سياسة اقتصادية ومالية ترسم ساحة التوازن الموجود، وتكون هذه الشركات ليس أن تأتي ببضاعتها بقدر ما تأتي بخبرتها بموادها الأولية وتشغيل المصانع العراقية، تختلف عما تأتي بالصناعة. بالمقابل عندما ترسم سياسة مالية قبال سياسة اقتصادية ودراسة السوق واحتياجات الشارع العراقي تكون المخرجات إيجابية. شوف تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية محاصرة، لكن تذهب تلقى المستورد موجود بسعر والمحلي موجود بس، وهناك تنافس ما بين المحلي والمستورد، والكل يذهب باتجاه المحلي من دواعي وطنية ومن دواعي المتانة ومن دواعي جودة. فكذلك لابد أن تكون الساحة العراقية مبنية على مبدأ المتانة والجودة وأيضا منفعة جيد. الفرد العراقي على حساب الشركات. عشنا أيام من الفوضى بموضوع نظام القطاع المصرفي إلى أن توجهت حكومة الكاظمي للأتمتة والنظام الإلكتروني وغيرها إلى حكومة السودان عفوا. يعني كيف تابعتم مخرجات اجتماع السيد السوداني مع نائب رئيس الخزانة الأمريكية؟ شوفي الوضع الأتمتة والوضع كله يذهب باتجاه الإلكتروني. قبل تقريبا 4 سنوات كان هناك جلسة مع أحد رؤساء الوزراء السابقين، قال لدينا بالعراق لدى الفرد العراقي ها موجودة بس بالسيولة مالية عندي وعند كل مواطن تقدر ب$50 مليار. هذه السيولة موجودة، احنا من طبيعتنا نحب أن نرى الأموال باليد. لم نصل إلى مرحلة اللي هي ما موجود في بسرعة الدول الجوار نعم. يستخدمون موضوع الفيزا كارت والكارت والبطاقات الدفع المسبق للتعاملات حتى في الأسواق المحلية. إحنا بالعراق ما وصلنا لهذه النقطة. ربما هذه الحكومة الحالية راح نعبر إلى مرحلة اللي تخلصنا من موضوع النظام سويفت ونظام الرقابة ونظام الفساد المال والإدارة الموجود بالبلد، كذلك نرتقي إلى مستوى هو نظام عالمي ماشي. كذلك هاي الأموال الفوائد الاقتصادية فوائد إلي أنا كمواطن فلوسي بمحفظتي موجود ما أكون مؤمنة وفق النظام ونظام حضاري نبتعد. اثنين دعم الاقتصاد المحلي العراقي والمال العراقي هاي 50 مليار تقدر ب$50 مليار. هذا سلي موجودة ببيته وبيتك موجود هاي تجمعها، هاي تكون أموال جامدة تركت السوق وترجع على السوق غير مستقر مضطرب. نفس الوقت هذه السياسة السابقة تجعل المواطن غير مستقر، صعد السوق نزل السوق الدولار مالي نزلت عملة صعدت عملة سبب العملة اللي كانت تهرب عملة مضروبة عملة تهربت. فهذه لما عندما تكون في البنك المركزي العراقي وتكون تحت رقابة الدولة تكون عبارة عن مال مجرد رقم عندي، الرقم اللي عندي أقدر أستطيع به ومشي وسير أموري وأشتري ما أريد، لكن بالتالي المنفعة إحنا نرجع منفعة ولازم ترجع للدولة العراقية. عندما يقوى السوق العراقي وتقوى الخطة المالية والاقتصادية أنا أكون دخلي قوي وبطاقة قوية، وعندما أذهب أسافر أتكلم باللغة عالية، عندما نذهب إلى دول جوار قريبة نحتار يعني لا نعرف أن نستخدم بطاقة الدفع المسبق الشحن. هذا التوجه اليوم الموجود حتى فيما يخص الضرائب الموجود جباية الكهرباء اليوم صار تحول بها محطات الوقود بعض المرور غرامات والجبايات الموجودة داخل دوار مرور وأغلب دوار الدولة تأتي ببطاقة الدفع المسبق حتى لا تكون هناك أيضا جزء من الفساد المالي والإداري. حتى لو كان هناك المواطن أو الموظف لم يذهب ولم يأخذ أموال رشا هو يتهم،
فاليوم هاي رفعت التهمة وتعزز الثقة ما بين الفرد المواطن عندما يأتي ويراجع ويقول هي الأموال راح تروح بجيبك، هسه كارت خلى الكارت راح ينزل على الحساب المصرفي، إذا المواطن قد حصل على سلامته والدائرة حصلت على سلامته وعززت الثقة ما بين الفرد وما بين المؤسسة، وهذا أهم نقطة جوهرية في أصل النظام الديمقراطي أن تعزز الثقة ما بين الفرد والنظام الحكومي حتى تكون مخرجات انتخابية. بخصوص القطاع المصرفي، رفع العقوبات عن بعض المصارف هذا ما طرح أيضا بهذا اللقاء، ما هي النتائج التي من الممكن أن تنعكس على العراق خلال طلب السيد السيد؟ شوف يعني الموضوع عقوبة المصارف أزم الموقف، يعني أنت تعرف التبادل المالي هو عرض وطلب، عندما يكون هناك مصارف تعاقب غير قادرة على العمل راح تأثر على المواطن، تقل المنافذ، حتى موضوع الأتمتة هذا اللي تحدثنا عليه أيضا راح يتأثر بسبب هذه العقوبات باعتبار أن هذه المصارف الآن متوقفة. يعني الآن عندنا أكثر من 14 تقريبا مصرف معاقبة صار حديث عليها، وأعتقد أنه راح يرفع جزء كبير من هذه البنوك بعد أن تنطي تعهدات، لأن أنت تعرف حضرتك اليوم الأمريكان يخشون أنه المبالغ اللي تجي للعراق أن تهرب إلى الخارج، طبعا ماكو واحد يطي فلوسها ويروح، يعني مثلا اليوم احنا عندنا فلوس بالبنك الفيدرالي نطلب مثلا 5 مليارات، احنا ما معقولة هاي 5 مليارات نشيلها ونوزعها هبة للدول، هذا شيء غير منطقي. لكن هذه يعني طرق سياسية وتقاطعات سياسية وأبعاد سياسية أخرى بنفس الوقت. أكو ملف جدا مهم تناقشوا به، ملف المائي، هذا أيضا كان على جدول المناقشات اللي موجودة. أنت تعرف اليوم احنا جزء من العالم، العالم يمر بأزمة مائية، في العراق احنا عندنا أزمة جفاف، هذا الواقع. طبعا احنا عندنا اتفاقية مع الدول المتشاطئة، هاي اتفاقية موجودة وموقع عليها تركيا والعراق وسوريا منذ زمن بعيد. الآن تركيا للأسف الشديد بدل ما كانت تنطينا باليوم 200 مليار بتر نزلت إلى 75 مليار، يعني بدت تقريبا تخلص الحصة كلش. هذا أيضا بنفس الوقت ذكر أستاذ مفيد جدا نقطة مهمة، إحنا عندنا تبادل تجاري مع تركيا 21 مليار، الآن إذا تجي للأسواق العراقية غاصة بالتجارة التركية، بنفس الوقت لدينا أكثر من 24 منفذ حدودي، أكو صح إبراهيم الخليل ومنفذ الأخ، لكن أكو منافذ تابعة للإقليم اصلا ما مسجله، وايضا عندنا طريق التنميه اللي نجايب طريق التنميه، هذه كلها يعني اليوم طريق التنميه راح اول ما يخدم تركيا، لذلك هذا ايضا الملف تم مناقشته، لانه اليوم الاقتصاد مرتبط بالزراعه وبالتجاره وبالصناعه، هذه العوامل الثلاثه لابد وان يكون لها مشترك واحد وبوصله واحد. حسب تقدير النتيجه النهائيه اللي أنا أود أن أشير لها من خلال ما طلعت عليه وبحثت في عدة مواد، أنه هذه الزيارة أعادت البوصلة الحقيقية لسياسة العراق الخارجية والسياسة الأمنية والسياسة الاقتصادية. الوفد الذي ترأسه وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء، أنت تعرف وزارة التخطيط أشار لها، وزارة التخطيط مهمة جدا، هي من يضع المشاريع، هي من يضع استراتيجيات البلد، هي من يحدد الأولويات تأكيد. فلذلك المناقشات التي دارت راح تكون أيضا الاستثمار بوقت قليل، احنا اليوم لحد الآن ما عندنا أرضية للاستثمار بصراحة ليس لدينا أرضية صالحة للاستثمار بسبب الوضع الموجود. إذا توفرت هذه الأرضية، لا اليوم الأرضية متوفرة، يختلف الوضع عما لا سابقا كان ماكو أرضية، الآن بدأت الشركات بدأت تتنافس، شركات موجودة والدليل عليها شركات أنجزت جسور 200 يوم. إذا توفرت هذه الأرضية بشكل أوسع، إحنا مو فقط في بغداد، إحنا نحتاج الاستثمار في كل محافظات، كل البلدان تعمر من خلال الاستثمار، ولكن لا ضير في ذلك أن تكون هناك شركات عراقية مساندة. لذلك أنا أعتقد مثل ما ذكرت لك بوصلة العلاقات الحقيقية أعيدت من خلال هذه الزيارة، وأعتقد أنه
سيكون هناك انفراج في كثير من الملفات العالقة مع أمريكا. رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية الدكتور عباس الجبوري، أشكرك جزيل الشكر على هذه المتابعة، والباحث في الشأن السياسي الأستاذ مفيد السعيد. شكرا لك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء. We'll be right back.